السلام عليكم. مراجعة وسعر ومواصفات هواتف ريدمي نوت 11 وريدمي نوت 11 برو وريدمي نوت 11 برو بلس. المواصفات الكاملة وكل شيء في هذا الفيديو، ولكن قبل البدء أطلب منكم الدعم أعزائي الكرام بالضغط على زر لايك واشترك وفعل زر الجرس، وشكرا لك. يتميز كل من الريدمي نوت 11 برو والريدمي نوت 11 برو بلس بشاشة أموليد مقاس 6.6 بوصة مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، ومعدل أخذ عينات باللمس يبلغ 360 هرتز، وتصميم مثقب. من ناحية أخرى يتميز الريدمي نوت 11 5G بشاشة 6.6 بوصة عالية الدقة مع معدل تحديث يبلغ 90 هرتز، ويتم تشغيل هذا الطراز بواسطة ميديا تيك ديمونسي 810، بينما يتم تشغيل كلا الطرازين البرو والبلس بواسطة ميديا تيك ديمونسي 920 سوك. توفر جميع الهواتف الثلاثة ما يصل إلى 8 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي، وما يصل إلى 256 جيجا بايت من سعة التخزين المدمجة. بالنسبة للكاميرا والبصريات، يأتي كل من ريدمي نوت 11 برو وريدمي نوت 11 برو بلس مع إعداد ثلاثي للكاميرا الخلفية، يتضمن مستشعرا أساسيا بدقة 108 ميجا بيكسل مع الأيزو مزدوج وفتحة عدسة 1.89، ويستخدم كل من ريدمي نوت 11 برو وال 11 برو بلس كاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجا بيكسل مع مجال رؤية 120 درجة، وهو مفيد بشكل خاص للقطات مثل مناظر المدينة أو الهندسة المعمارية. أخيرا هناك أيضا عدسة تيلي ماكرو بدقة 2 ميجا بيكسل. ويتميز الريدمي نوت 11 5G بإعداد كاميرا خلفية مزدوجة مع كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل ومستشعر ثانوي بدقة 8 ميجا بيكسل في المقدمة. يتميز الهاتف بمستشعر سيلفي بدقة 16 ميجا بيكسل. وبالنسبة للبطارية، يحتوي ريدمي نوت 11 برو والبرو بلس 4500 ميلي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 120 واط، ويحتوي ريدمي النوت 11 برو على بطارية بقوة 5000 ميلي أمبير مع دعم الشحن السريع بقدرة 67 واط، ويحتوي ريدمي النوت 11 5G على بطارية بقوة 5000 ميلي أمبير في الساعة أيضا، ولكن مع شحن 33 واط. يأتي الريدمي نوت 11 5G مزودا بمكبرات صوت استيريو مزدوجة ومحرك خطي اكس اكسس والاي ار بلاستر ومقبس سماعات رأس مقاس 3-5 ملم، ويدعم مقاومة رش الماء بمستوى IP53. يأتي الريدمي نوت 11 برو والبرو بلس مع مكبرات صوت استيريو مزدوجة متناظرة مضبوطة من الجي بي ال. تم تصميم كلا الجهازين بسماعتين 1115 فائقة خطية بسعة قصوى تبلغ 0.65 ملم. يأتي الهاتف مع دعم الهايريس أوديو والدولبي أتموس. تشمل خيارات الاتصال في كلا الطرازين برو NFC والجي بي اس والواي فاي 6 والبلوتوث 5.2 واليوس بي منفذ تايب سي ومقبس الصوت مقاس 3.5 ملم والمزيد. الهواتف أيضا حاصلة على تصنيف IP53 وتأتي مع نظام تبريد سائل VC. وأما بالنسبة لأثمنة السلسلة بدون احتساب الرسوم الجمركية، الريدمي نوت 11 ثمنه 185 دولار ما يعادل 1700 درهم مغربي، وثمن الريدمي نوت 11 برو 277 دولار ما يعادل 2500 درهم مغربي، وثمن النوت 11 برو بلس 312 دولار ما يعادل 2800 درهم مغربي بدون احتساب الرسوم الجمركية. أتمنى أعزائي الكرام أن يكون هذا الفيديو قد نال إعجابكم. لا تبخلوا علي بدعم القناة بقوة لكي نستمر إن شاء الله في طرح المزيد من الفيديوهات،
بالضغط على زر لايك والشارك وفعل زر الجرس، وشكرا لك وحبكم في الله، مع السلامة.